هي لهوي يا حماية، هي مين الست اللي انت جايبها دي وعمالة تدلع عليك كده ليه؟ امشي يا بنت اطلعي بره، بلاش مسخرة وقلة أدب. انت بتقولي ايه يا بنت انتي؟ انت عايزة تمشي نونة، نونة من البيت، روح قلبي وحبيبتي وحياتي، دي نونة دي هي الحب وهي القلب، وانتي وجوزك تطلعوا بره، انتوا بره وهي جوه، كفاية قوي عليا، ده كفاية انها بتعرف ترقص وانا طبل لها. يا لهوي يا عمي، ايه اللي عمل فيك كده؟ ليه بس كده يا حماية؟ ده انت طول عمرك راجل محترم. بقولك ايه يا بت شيماء، انا قلت اللي عندي واعلى ما في خيلك اركبيه انت وجوزك. ومن هنا بتبدأ الحكاية، ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا شيماء عندي 28 سنة، متجوزة ولسه ما عنديش اولاد، عايشة مع حماية اللي كانت عينه زيغة قوي ومش بهمه اي حد. تعالوا بقى اسمعكم الحكاية. من 8 سنين اتجوزت انا ورشاد، وعشنا في شقة حماية اللي كان قاعد فيها لوحده. لقينا حماية اول ما دخلنا الشقة ليلة الفرح بيقول الف مبروك يا ولاد، انا دلوقتي فرحان اني مش هبقى لوحدي، وانك وافقتي يا شيماء انتي واهلك انك تعيشي معايا هنا في الشقة، وانا وعدك يا بنتي هتبقي اكتر من بنتي. وانت يا رشاد خلي بالك من مراتك، البت زي القمر وما فيهاش غلطة، الف من يتمناها. ايه يا حاج رشاد، عينك من مرات ابنك ولا ايه؟ عموما يا بابا شيماء دي في عينيا، ما تقلقش عليها. بعد اذنك يا بابا بقى احنا هندخل اوضتنا. طب معلش يا شيماء يا بنتي، ممكن بس تحضري لي اي لقمه خفيفه؟ اصلي جعت يا حبيبتي، حقك عليا ان كنت يعني بتقل عليكي. لا ابدا يا حمايه، من عيني حاضر، بعد اذنكم. ودخلت المطبخ بفستان الفرح اعمل لحمايه العشاء، لقيته دخل ورايا كان بيبص عليا من تحت لتحت، كان بيضحك لكن ما خدتش ولا اديت في ضحكته ونظراته. اديت له السندوتشات وقلت له اتفضل يا عمي، الف هنا وشفا على قلبك، تحب اعمل لك حاجه تانيه؟ تسلم ايدك يا حبيبتي. بقول لك ايه، احنا من النهارده اصحاب، انا اقول لك يا شيماء وانت تقولي لي يا عم عوض برضه عادي، واي حاجه تضايقك قولي لي عليها يا حبيبتي وانا احلها لك. شكرا يا عم، ربنا يخليك لينا، تصبح على خير. ودخلت اوضتي ولقيت رشاد بيقول لي بصي يا حبيبتي، انا عارف ان وجود بابا ممكن يضايقك لانك لسه عروسه وعايزه تعيشي حياتك زي اي واحده ست، بس انا ما قداميش حل غير ان اعيش معاه لانه ملوش غيري، وطالب منك طلب يا ست البنات، يا ريت بس تلبسي هدوم تكون محتشمه قدامه، وفي اوضتك اعملي اللي انت عايزاه، اهم شيء تكوني قافله على نفسك يا شيماء، لانه مهما كان راجل وعيب يشوفك كده. حاضر يا رشاد، هعمل كل اللي قلت عليه يا حبيبي، بس يعني ده مش حد غريب، ده حماية وانا زي بنته، ثم ان والدك راجل كويس جدا وبحبني. وماله يا حبيبتي، بس الاصول اصول برضو يا شيماء. وعدى اليوم، وتاني يوم الصبح لما خرجت من اوضتي علشان ادخل الحمام لقيت حماية في وشي وقال لي صباحية مباركة يا حبيبتي، ايه هو رشاد لسه نايم ولا ايه؟ ها؟ أيوة يا حماية، أنا هدخل الحمام وهخرج على طول أحضر لك الفطار. لقيت حماية ببصلي بصات غريبة ما قدرتش أفهمها. دخلت الحمام وقفلت على نفسي، كنت قلقانة جدا منه. وبعد شوية لقيت بابا وماما وأختي الكبيرة، جم وقعدت مع ماما وأختي وقلت لهم على إحساسي من ناحية عم عوض. لقيت ماما وأختي شادية ضحكوا عليا وقالوا فيه ايه يا شيماء يا بنتي؟ يعني يوم ما تتهمي حد تتهمي واحد زي حماكي؟ ده كان هيقع لما ابوكي سلم عليه سلام جامد شوية. وبعدين يا بنتي ده راجل كبير، فوتله يا حبيبتي هيعملك ايه يعني؟ ردت اختي شادية وقالت يا ماما انت بتقولي ايه، بنتك اكيد دماغها اتلحست، بقى الراجل الكبير ده هيبصلها، وبعدين يعني دونا عن ستات الدنيا كلها هيبص لمرات ابنه؟
اعقلي يا شيماء يا حبيبتي، اوعي ما تعمليش لنفسك مشاكل. وبعدين يا حبيبتي ده راجل رجلي بره ورجلي جوه، ومش بعيد دلوقتي نلاقيه. طب ساكت، ما تشغليش بالك بيه، خليكي في حالك يا حبيبتي، واعملي حسابك جوزك لو عرف باللي انت بتقوليه ده هيعمل لك حوار كبير قوي، وانت اللي هتبقي غلطانه وهو معاه الحق كله. سكت وسمعت كلام امي واختي، ما حبيتش اتكلم في الموضوع ده تاني، واقتنعت اني اكيد غلطانه. وعدت الايام وانا ورشاد وحمايه عايشين سوا، وكل شيء طبيعي، مفيش اي حاجه بتحصل، حمايه كويس جدا معايا. وبعد اسبوعين من الجواز رشاد نزل الشغل وسابني انا وحمايه لوحدنا. ولما كنت في المطبخ لقيت حمايه دخل ورايا وقال لي: ايه يا عروسه يا حلوه، عامله لنا غدا ايه النهارده؟ خضتني حمايه. عموما خلي الاكل مفاجاه بقى، لما اخلص هقول لك. هو حضرتك عايز مني حاجه؟ ايوه عايز ميه، وبعدين يعني اديني واقف معاك اهو نتسلى بدل ما انا قاعد لوحدي. اصلي بيني وبينك انا من زمان قوي وانا مش لاقي حنيه ولا حد يقول لي انت فيك ايه. وبصراحه بقى اول ما شفتك وانت بتتعاملي مع رشاد ابني وانا افتكرت الذي مضى. يعني ايه يا عم افتكرت الذي مضى؟ هو حضرتك تقصد ايه بالظبط؟ معلش ما بفهمش الكلام اللف والدوران، في حاجه يا عم عوض؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجه، اقصد يعني فرحت بيكو، اصل انا اتجوزت ام رشاد كده عمياني من غير ما احبها ولا اشوفها ولا حد ولا حتى اتكلم معاها. بالك انت لو كانت ام رشاد حلوه كده وعودها مظبوط وريحتها مفحفحه زيك انا كان زماني عايش على ذكرها. بس انا خلاص حسيت اني اخدت براءه اول ما اتكلت على الله. ربنا يرحمها يا عمو، انا شايفه انك تقعد شويه احسن من الوقفه دي، غلط على الدوالي اللي ماليه رجليك. لقيت حمايه دخل على اوضته وزي ما يكون زعل مني، وانا فضلت مستغربه من طريقته ومن كلامه وتلميحاته، وسكت لان محدش هيصدق اي حاجه هقولها، لانه بيعرف ازاي يبان غلبان قوي قدام الناس. وانا بعد ما خلصت دخلت على اوضتي وقررت ان طول ما رشاد بره البيت انا مش هخرج من الاوضه الا للشديد القوي. وبعد شويه جه رشاد ودخل على اوضتي. وتاني يوم كنت لسه صاحيه من النوم لقيت باب الاوضه بيتفتح عليا بالراحه. صحيت جوزي وقلت له: الحقني يا رشاد قوم بسرعه، الباب بتاع الاوضه بيتفتح. لقيت رشاد هقام يشوف في ايه، بس الباب لقاه اتقفل تاني بسرعه وما خدش باله انه اتفتح اصلا. هو قال لي: ايه يا شيماء الباب مقفول، انت كنت بتحلمي ولا ايه؟ حرام عليكي، انا كنت نايم يا حبيبتي. على العموم قومي اشربي ميه، وبعدين يعني اكيد مش حرامي، ما انت عارفه بابا صاحي بره ما بينامش الا وش الصبح. افتكرت حمايه وانه صاحي فعلا وان مفيش حد غيره ممكن يعمل كده اصلا. فضلت ساكته وقررت اني ماخدش اي رد فعل. وبعد يومين لقيت حمايه بيتكلم في التليفون مع واحده ست وبقول لها: الو، ايوه يا حبيبتي وحشتيني قوي قوي. لا ما تقلقيش انا هظبط كل حاجه، بس انت بلاش تتقلي عليا، اللي هتطلبيه هنفذه يا حياتي، بس انت ارضي عليا وحبيني زي ما انا بحبك كده. يلا بقى ابعتيلي صورتك تصبيره. في الوقت ده حسيت ان وجودي مع الراجل ده في بيت واحد لوحدينا مش الطف حاجه، وقررت اني اقعد مع رشاد لما يجي. وقلت له: اسمع يا حبيبي، انا عارفه انك مالكش غير والدك وانك بتحبه ومش عايز تسيبه، بس انا مش مرتاحه خالص في البيت ده، حاسه اني مش واخده راحتي، وشايفه انك تاخد له شقه او تاخد لي انا شقه بعيد عنه واقدر اجي كل يوم اعمل له كل طلباته. لقيت رشاد اتضايق قوي وقال لي: انت بتقولي ايه يا شيماء؟ انا ماليش غير ابويا، ما ينفعش اسيبه، وانت عارفه كده من اول ما عرفنا بعض. اسمعي يا بنت الناس، انا مش هسيبه ومش هروح اسكن في شقه لوحدينا، وعاجبك على كده تمام، مش عاجبك خلاص، شوف انت عايزه ايه وانا هعمله. حسيت ان رشاد مش باقي عليا وقررت اني اسيب البيت ورحت عند اهلي.
وبعد يومين لقيت رشاد جاي عند أهلي وقعد معايا حاول يراضيني، ولما قعدنا سوا قال لي حقك عليا يا شيماء، بس انت عارفة اني ماليش غير ابويا، ويا ست تحمليه، ولو على موضوع الشقة اوعدك لو الشقة اللي قصادنا فضيت هناخدها، بس بالله عليكي اتحمليه، ده زي ابوكي برضو وراجل كبير. طيب يا رشاد هتحمل علشان خاطرك، بس افتكر ان كنت بعمل كده علشان مصلحتنا، علشان ما يحصلش اي خلافات. يا ستي بإذن الله ربنا ما يجيبش خلافات، واعملي حسابك هنسافر مصيف أنا وإنتي علشان أعوضك عن الأيام اللي مش بنعرف ناخد فيها راحتنا. وفعلا أنا ورشاد سافرنا نصيف 10 أيام، كانت أحلى أيام عدت عليا في حياتي. وجه اليوم اللي نرجع فيه من السفر، رحنا على البيت، بس لما دخلنا الشقة سمعت صوت طبل وأغاني، ولقيت حماية جايب واحدة الشقة وعمالة ترقص، وحماية يطبل وغني، أنا وجوزي بقينا مش عارفين نقول إيه ولا نص كلمة حتى. وأنا بصيت للبنت وقلت هي لهوي يا حماية، هي مين الست اللي انت جايبها دي وعمالة تدلع عليك؟ امشي يا بنت اطلعي برا، بلاش مسخرة. انت بتقولي ايه يا بنت؟ انت عايزه تمشي نونه من البيت؟ حبيبتي وروح قلبي دي هي الحب وهي القلب، وانت وجوزك تطلعوا بره، وهي كفايه عليا جوه، دي كفايه انها بتعرف ترقص وانا طبل. ايه الكلام ده بس يا بابا؟ ازاي تعمل كده من غير ما تقول لنا وفجاه كده تتجوز؟ وبعدين ازاي اصلا تتجوز وانت في السن ده؟ امال العلاج والدكاتره بتاعت كل شهر دي بتاعت ايه؟ ولا انت بتضحك علينا يا حاج؟ اسمعوا بقى، انا ما عملتش حاجه غلط، انا اتجوزت على سنه الله ورسوله، ونونا دي حبيبه قلبي وبحبها وهي بتحبني. ايوه طبعا بحبه، هو في زي عوض دودي حبيب قلبي، ده احنا قصه حبنا شهد عليها الفيسبوك كله. أنا ورشاد من كتر الصدمة اللي كنا فيها دخلنا أوضتنا وقفلنا على نفسنا، وقلت لرشاد بقولك إيه، إحنا لازم نسيب البيت خلاص، أبوك اتجوز وشاف حياته، وأنا بصراحة مش هقبل بالوضع ده أبدا. ومن سمعك أنا كمان مش مصدق اللي بيحصل، بس برضو مش هسيب البيت للبيت اللي برا دي وأمشي، دي ممكن تكون نصابة يا شيماء. نصابة نصابة هتاخد ايه يعني؟ انا عن نفسي يا رشاد مش قابلة بالوضع ده، بس خليني معاك للنهاية عشان ما تقولش عليا اني بعتك. وتاني يوم لقيت نونة وحماية قاعدين مع بعض، لقيتها قالت لي بقولك ايه يا شيماء، اسمعي بقى يا حلوة، دخول الحمام بحساب. اصلي بحب الحمام يبقى فاضي تملي ليا، اما بقى الاكل ابقوا هاتوا اكل من بره، مش عايزه حد يدخل مطبخي ولا يعمل فيه حاجه. هو ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ مراتك دي حمايه بتتكلم كلام غريب، هو حضرتك موافق على اللي هي بتقوله؟ ها ايه يا بت يا شيماء، انت بتوجهي الكلام ليا؟ ما هي عندك اهي، قولي لها حاضر، ما هو اصل البيت بيتها وهي دلوقتي في مقام حماتك، يعني تسمعي كلامها. بقى كده؟ طيب يا حماية كتر ألف خيرك. نونة ضحكت عليا بشماتة وقالت أهو ده الكلام يا دودو، أنت كنت سايب البيت ملوش حد يظبطه، بس أنا بقى هعرف أعدل الميلة، دول طمعانين فيك يا حبيبي، مش عارفين إنك ولا شاب في العشرينات. أهو أنت اللي كنت بحلم بيها من زمان، كنت فين يا قمر لما كنا سهيرة؟ ولما جه رشاد حكيت له على كل اللي حصل وعلى التعليمات الجديدة، ولقيت رشاد بيقول لي خلاص هانت يا شيماء، كلها كام يوم ونمشي من هنا، أنا قلبت الدنيا على شقة لينا. وفضلنا على الحال ده كام يوم، كل شوية كانت مرات حماية تضايقني بالكلام. وفي يوم كنت نايمة وجه رشاد من الشغل بدري، لقينا نونة قاعدة في الصالة وقالت له ازيك يا رشاد، الحقني احسن انا رجلي وجعاني قوي يا اخويا، بقولك ايه ما تسندني تدخلني الاوضه. ما تخلي ابويا يقوم يسندك، تحب اندهورك؟ لا 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 ابوك ده ايه، ده نايم يا حبيبي تعبان جوه، عشان خاطري يا رشاد ينوبك ثواب فيا، خد بايدي.
ورشاد مسك ايد نونة زي ما هي طلبت منه، وفجأة نونة مسكت فيه ونعكشت شعرها وقالت: الحقني يا دودو، الحقني، شوف ابنك بيعمل ايه، شوف ابنك بيعمل ايه في مرات ابوه. وانا لحسن الحظ كنت صحيت وشفت كل اللي حصل. حماية صدق مراته وقال: اقص عليك يا رشاد، ده بدل ما تصون شرف ابوك تمرمغه بايدك. اقص عليك يا ابني، انت شطان ولا ايه؟ لا يا عمي، لا يا حماية، حرام عليك، مراتك كدابة، انا كنت واقفة من بعيد وشايفة كل اللي بيحصل. هي الست هنا مراتك هي اللي قالت له قومني علشان رجلي بتوجعني، حرام عليكي، حرام عليكي ليه تظلميه وتوقعي بينه وبين ابوه. أيوة يا أختي، حامي جوزك حامي وداري عليه داري. اسمع بقى يا عوض، أنا مش هكدب عليك، ابنك ده مش كويس، وفي الراحة والجاية ببص عليا وأنا مش عايزة أتكلم. يانا يا هو ومراته في البيت. قلت إيه يا عوض؟ أنت طبعا اللي جوه وهم بره. اسمع يا ابني، أنت تاخد مراتك وتشوف لك حتة تعيش فيها غير هنا. معقول يا بابا انت بتقولي كده؟ بتطردني علشان خاطر الست دي؟ خلاص يا بابا، اللي حضرتك شايفه، انا همشي وخليها تنفعك. انا ورشاد لمينا حاجتنا واحنا مش عارفين هنروح فين، وروحنا على بيت بابا وماما لحد ما جبنا شقه، ولقيت رشاد بيقولي: حقك عليا يا حبيبتي، انا اسف اني عرضتك لموقف زي ده. يا رشاد ما تقولش كده، انت ذنبك ايه؟ المهم خلينا نفرح بشقتنا بقى وبحياتنا. وفي شقه حمايه كانت نونة بتضحك عليه وقالت له: ايوه كده يا حبيبي، انت عملت الصح وطلعت كل الفلوس اللي حيلتك من البنك علشان نعمل المشروع اللي انا قلت لك عليه. بكره الصبح هخليك تقابل الراجل اللي هيشاركنا. بس انتي واثقه من الراجل ده؟ احسن يطلع نصاب يا حبيبه قلبي. عيب عليك يا عوض، انا برضو اعرف ناس نصابين، سيب كل حاجه عليا وانا هعرف اظبطك. يلا بقى علشان ناكل، ده انا عامله لك اكل زي العسل. وحمايه اكل وابتدى يحس انه دايخ. وتاني يوم حمايه لما صحي لقى البيت كله فاضي، مش باقي غير السرير اللي هو نايم عليه. فضل ينادي عليها وقول: يا نونة انت فين يا روح قلبي؟ ايه خبر مش فايت؟ ايه اللي حصل؟ وفين العفش والفلوس؟ مستحيل يعني تكون نونة طلعت نصابة. يا رشاد يا ابني تعالى الحقني، الحقوني يا ناس. حماية كلم رشاد وقال له على كل اللي حصل، ولما سألوا الجيران وفرغوا الكاميرات عرفوا شكل ومواصفات العربية اللي حملت الحاجة والناس اللي كانوا مع نونة. وبعد يوم طويل في القسم حماية روح واحنا كمان كنا معاه وقال: كل ده يا ابني حصل عشان انا ظلمتكو، انا اسف يا ولاد، انا فكرت في نفسي وعشت سني مش سني، انا طول الوقت كنت راجل مش كويس وافعالي ما تطلعش من عيل مراهق، حقكو عليا. مالوش لزوم يا بابا الكلام ده، المهم نجيب الست دي ونعرف ازاي عملت كده. وبعدين انت مش بتقول انها مراتك؟ ايوه مراتي، وعلى يد مأذون كمان، بس حتى قسمت الجواز يا ابني مش لاقيها. البت دي نصابة على تقيل قوي يا بابا، وبإذن الله ربنا يعطرنا فيها. وبعد أسبوع نونة اتقبض عليها وبعتوا حماية ورشاد علشان التحقيقات، والظابط قال: اللي واقفة قدامك دي حاج نصابة محترفة، ليها ملف كبير قوي عندنا وليها سوابق وعليها أحكام كتير. أنا عايز أعرف أنت عملتي كل ده إزاي يا بنتي يا نعمات؟ وإزاي اتجوزتي رسمي؟ اتكلمي يلا. ونعمات اللي هي نونة اتكلمت وقالت: اللي حصل يا بيه إني كنت عاملة إيميل على الفيسبوك، والراجل ده قعد يبعت رسايل لأي واحدة وقول لها ممكن نتعرف. أنا بقى عرفت أوقعه وأتجوزه، بس طبعا مش رسمي، لا مؤاخذة يعني، أنا خليت أخويا يعمل دور مأذون، وجبت اتنين برضو أصحابنا يعملوا شهود، ودخلنا عليه دخلة تخليه يصدق إننا مش بنهزر، وهو كان مستوي على الآخر وعايز يتجوز أي واحدة وخلاص. وعرفت إنه عنده قرشين شايلهم على جنب، قلت أنا أولى بيهم
وخليته ياخدهم من البنك، وانا خليته ياكل وينام من هنا، وقلبت كل حاجه في البيت تجيب فلوس، بس ما كنتش اعرف ان الشارع كله كاميرات وهتجاب يا بيه. ما شاء الله عليك يا نعمات، احسن حاجه فيكي انك بتعترفي على طول ومن غير لوع ومن غير كدب. امال ايه يا بيه، ده كله الا الكدب، الكدب حرام يا بيه. حماية كل حاجته رجعت له وكل شيء بقى تمام. ولما روحنا البيت رشاد قال له اظن خلاص بقى يا بابا عقلت ومش هتكرر اللي حصل، احمد ربنا انها جت على قد كده. خلاص انا حرمت بعد اللي حصل، بس انا عايزكوا ترجعوا تعيشوا معايا تاني، انا اتعلمت الادب يا شيماء. لا يا بابا خلاص، انا ومراتي لنا بيت نقعد فيه، واوعدك كل يوم هاجي اشوف طلباتك انا وشيماء. طبعا يا عمي ما نقدرش نستغنى عنك ابدا، وحضرتك كمان في مقام بابا. خلاص يا اولاد اللي انتوا تشوفوه، وربنا يقدرني واقدر انسيكم اللي عملته فيكم. وانا ورشاد حياتنا استقرت لما عشنا لوحدينا من غير حماية، وبقينا نروح سوا عند حماية نشوف طلباته، وهو اتغير كتير قوي عن الاول. وانا ربنا اكرمني وخلفت، ونقلنا في شقة قدام حماية علشان نبقى قريبين منه اكتر، بس برضو الحدود موجودة. رسالة لكل راجل متصابي، اوعى تقع في الفخ وتعمل فيها كازانوفا، احسن في الاخر تقع في المصيدة. يا رب تكون الحكاية عجبتكم، دمتم في حفظ الله.